الباب الواحد وثلاثمائة. باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكلف. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري.